أيامك خير الأيام يا رمضان، يا شهر الصيام وقيام يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي متابعي قناة الإمام المهدي الفضائية، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأيضا نرحب بضيوفنا الكرام، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي الضيوف. إن الإنسان في هذا الشهر الفضيل المخلص والمذنب، أما الإنسان المخلص فإنه يبحث عما يرفع به درجاته عند الله. يعني شنو العمل اللي قرب أكثر إلى الله، وشنو العمل اللي يزيد الدرجات أكثر. فهذا الإنسان المخلص يبحث عن هذه الأعمال. أما الإنسان المذنب اللي سولت له نفسه بارتكاب المعاصي، فهذا الإنسان في هذا الشهر الفضيل يبحث عما يكفر به خطاياه. يعني أي عمل يريد يكون يغفر له هذه الذنوب. ومن الأعمال التي ترفع الدرجات للمخلصين هي الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أكثر فيه من الصلاة علي في هذا الشهر ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. يعني هذا الإنسان ميزانه يكون أثقل ما يكون يوم الحشر، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما الأعمال التي تغفر الذنوب بحيث يكون الإنسان كأنه لا ذنب له، فهي زيارة الإمام الحسين عليه السلام. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، يعني مضمون روايته يقول: اللي يزور الإمام الحسين عليه السلام في هذا الشهر في أول ليلة من شهر رمضان، أو لا في وسط هذا الشهر، يعني ليلة 15 من شهر رمضان، أو آخر ليلة منه من الشهر الفضيل، يقول: تساقطت عنه ذنوبه وخطاياه التي اجترحها كما يتساقط هشيم الورق بالريح العاصف. يعني شلون هاي الشجرة إذا إجاها، يعني الشجرة أكو شجر يذبل الورق مالها، فتجي الريح العاصف فتطير هذا الورق اللي بالشجر، ما تخلي منه إلا يمكن أشياء قليلة بسيطة، فتجعل الشجرة باقية كأنها غصن فقط، تجعلها أغصان. فزيارة الإمام الحسين عليه السلام هكذا كالريح العاصف، يغفر الله سبحانه وتعالى بها جميع خطايا الإنسان وجميع الذنوب التي ارتكبها، حتى أنه يكون من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه. يعني يقول الإمام كأنما هذا الإنسان اللي يزور الحسين عليه السلام في هذا الشهر الفضيل، يعني كأنما توه مولود، لا ذنب له ولا خطيئة ولا خطيئة عليه أبدا. هذا من أهم الأعمال التي يمكن أن يعملها الإنسان الخاطئ في هذا الشهر، هو زيارة الإمام الحسين عليه السلام. وأما اللي يريد يرفع درجاته ويزيد في حسناته، فالصلاة على محمد وآل محمد يكثر منها في هذا الشهر، فإنها تزيد الدرجات وترفع بها. وأيضا تلاوة القرآن الكريم، فهاي الأمور الإنسان إذا سواها فراح يكون إن شاء الله اللي يريد درجات يكون في أعلى الدرجات، واللي يريد غفران الذنوب راح تغفر جميع ذنوبه. شيخنا تفضل. ما هي أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ أحسنت. سأل أخوكم حجة الله يقول: ما هي أفضل الأعمال اللي نقدر نسويها بهذا الشهر الفضيل؟ فمنو اللي يقدر يجاوبنا؟ أنا شيخ. نعم تفضل. تقرب إلى الله تعالى. أحسنت. أجاب أخوكم يقول: أفضل الأعمال في هذا الشهر الفضيل هي التقرب إلى الله عز وجل. ومما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذا الشهر
هي الأدعية والأذكار، مثل دعاء الافتتاح المروي عن الإمام المهدي عليه السلام، ودعاء كميل المروي عن الإمام علي عليه السلام، ودعاء أبي حمزة الثمالي. هاي الأدعية تجعل في الإنسان روحانية التقرب إلى الله، يعني تخليه دائما متمسك بالله عز وجل، يصير عنده روحية العبادة. فلازم واحد هذا الشهر الفضيل يغتنم هذه الأدعية ويتقرب بها إلى الله عز وجل. وأيضا من أفضل الأعمال في هذا الشهر هي الصدقة، لأن الصدقة في هذا الشهر تدفع 70 نوع من البلاء. يعني هذا اللي ورد عن أهل البيت عليهم السلام، أن الصدقة في هذا الشهر الفضيل تدفع 70 نوعا من البلاء. فواحد على قدر ما يقدر أنه يصدق ويساعد الفقراء والمساكين في هذا الشهر. وأيضا من أهم الأعمال صلة الأرحام. الوارد عن أهل البيت عليهم السلام أن اللي الإنسان اللي يوصل رحمة في هذا الشهر اللي هم أقاربه، فالله سبحانه وتعالى يصله يوم القيامة برحمته وتخشاه الرحمة إن شاء الله تعالى. وأيضا سأل الإمام علي عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله ما هي أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: هو الورع عن محارم الله. الورع عن محارم الله يبين الإمام علي عليه السلام، يقول غض الطرف عما حرم الله عز وجل أفضل العبادة. فالإنسان اللي غض الطرف يعني سمعه عن الغيبة، عينه عن الحرام، لسانه عن الكذب، هاي الأمور اجتنابها هو يعتبر ورع عن محارم الله. فالورع هو اجتناب ما حرم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله قال الورع عن محارم الله أفضل عمل في هذا الشهر، وبينا أن الورع عن محارم الله هو غض الطرف، يعني لا تسمع غيبة ولا تنطق بالكذب ولا ترى الحرام. فهاي الأمور اللي يجتنبها الإنسان في جوارحه راح تكون أفضل عبادة في هذا الشهر إن شاء الله تعالى. نعم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، إن شاء الله تكونون استفاديتوا لنا في هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيامك خير الأيام يا رمضان، يا شهر الصيام وقيام يا رمضان.